صابير ابن مدينة فاس، سن 24 سنة، حصل على ماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية وعلى مجموعة من الدبلومات والشواهد في المجال الإعلامي والصحفي والرقمي. صراحة كان تحضير الحلقة جيد في ظل وجود الإخوان والزملاء اللي كيخليوك تحس براسك وكأنك في المنزل ديالك، ولكن بطبيعة الحال قبل الإعداد وتقديم الحلقة كان هناك واحد الإعداد قبلي مكثف بمساعدة بطبيعة الحال المشرفين والمكونين في البرنامج. صراحة كان شعور رائع، خاصة وأنا كان وصل المعاناة اللي كيعيشوها الطلبة ديال فاس وأي شخص كيدرس في فاس في علاقة بالنقل. تابعونا برنامج أمور تهمنا بالمغرب.